كم تريدون دفني عند جدي رسول الله فيجلبون في منعكم فبالله أقسم عليك أن تهريق في أمري محجمة الدم. عظم الله أجوركم ولما جرى السم في بدنه تغير لونه واخضر واعتنقه الحسين عليه السلام طويلا وبكيا. قالوا بينما هما كذلك وإذا بالعقيلة زينب وباقي الهاشميات جئن لعيادة الإمام. التفت الحسن إلى أخيه الحسين قائلا: أخي أبا عبد الله، نحي هذا الطشت عني لئلا تراه أختنا زينب. وعلى لسانها وما جرى عليها من المصائب وما رأته في حياتها. أواه من أبكي بليل الخربة حسنا حسينا أم مصاب الطفلة قد صار للآلام يا قلبي كعبة فرأت به الآلام أصبر كعبتي. لم تنسن الأرزاء ورزء المجتبى كلا ولم ترقى عليه دمعتي. سبط النبي شبيهه ووريثه بشمائل ومحاسن وبهيبتي. وهو السويدى من فؤاد المرتضى وهو الشغاف لقلب أمي البضعة. لم يكف ما قاساه من شتم ومن طعن فغودر في مكيدة جعدتي إلى أن قال دست إليه سمها فتفطرت كبد السماء بلوعتي وبعولتي. في الطشت أمسى قاذفا أحشاءه متورما متقلبا في محنتي. فإذا قضى منعته ربة بغلها أن يدفنوا جثمانه في الحجرة ولنعشه سبعين سهما سددت فبكت عليه دما عيون السبعة. عني مضى لكن بقيت كدرة بين الحسين وبين باقي إخوتي. يا ضيعتي فاليوم عني كلهم رحلوا وصرت وحيدة في غربتي. بعد الخبا صفدت في قيد السبا
ووقفت أنظر للمصاب بدهشتي، وبقيت مولاتنا العقيلة زينب تنظر في مثل هذا اليوم إلى جنازة أخيها الحسن المجتبى بعد أن فارقت روحه الدنيا وانقلب حال المدينة كاليوم الذي مات فيه رسول الله، كل ينادي وإمامه وحسنا. وزينب تنعى للزهراء ولدها، طلعت بالدهشة الحزينة، زينب تعيج بالعويل، وقفت براضة الزهراء والدمع منها يسيل. على القبر خرت ومثل النبي يا ويلي تحين، تقول قعد يا بتولة وشوف يا فعال الزمان، قومي الله يعظم اجريك، قطعوا كبد الحسن، نقص علي المعيشة ومات يا زهر نحيل. لو تشوفينه بعينيك يوم اخوته مددوه وحين بطل ونته وغربت عينه وغمضه، فارقت روح الجسد وعليه خر حسين أخوه يصيح يا كهف اليتامى شلون تتركني وتشيل، ما جت الروضة وصاح من الضريح لساني حال، تصيح يا زينب فجعتيني ومن الدمع سال، تخبريني والخبر عندي اخوك الحسن شال، وحش الدنيا عزيزي وضيع ابناء السبيل، مهجتي ذابت يا زينب يوم ذابت مهجتي، وانا يمه يوم طرعينا ويودع لاخوته، قولي لحسين الشهيد امر علي بجنازته، يهيد بنعش حذاين كان يبرد لغليل، وظلت تصب الدميع من شافت على المغتسل، والشهيد قلبه ومدامع بخده تهيل، صاحت فراقك شعبني والجسد من انتحال،
قلب بهيدا يا بوس كان ترى جسمه نحيل. يا ابو محمد مصابك شعل وسط القلب نار، قلت لك جعد اللعينه لا تطب لها هبدار، قطعت يا نور عيني قلبك بسمها مرا وانقضى عمرك على فراشك يا بعد اهلي علي. جرعته يد الزمان مرارا اكؤسا ملؤها زعاف وعلقم. بحق مولانا الحسن المجتبى اقضي حوائجنا يا الله، وفرج عنا وعن عبادك المؤمنين، يا خير من سئل بجاه محمد وآله الطاهرين، ورحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.